السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم ان شاء الله فطائر تركية في المقلات محشية بالكفتة والخضار، كتجي غزالة رطبة ولذيذة بزاف. قبل ما ندوزوا للمقادير كنبغي نرحب بالبنات اللي اول مرة كيزوروا القناة، وكندعوكم للاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا كل جديد. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض فورس او فارينة، معلقة كبيرة من خميرة الخبز فيها 20 غرام، معلقة صغيرة ديال الملح، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق، ومعلقة كبيرة من الزعتر. عندي 30 مليلتر ديال زيت زيتون ما يعادل 3 معالق كبار، 100 مليلتر ديال الحليب دافي، و 200 مليلتر ديال الماء دافي. بالنسبة للماء ممكن نحتاجو قل ممكن نحتاجو كثر على حسب نوعية الدقيق. في الاول غدا ناخذ نصف كمية ديال الماء وغدا ندوب فيه خميرة الخبز. من بعد كنضيف الدقيق، الملح والزعتر وزيت الزيتون، كنزيد عليهم الحليب. وبالنسبه للماء غادا نبدا نضيفه بشويه بشويه. من بعد ما عجنت الخليط كنحس على هذا القوام، هكا كتكون عجينه رطبه وكتلصق. دابا غادي نخرج العجينه. كنرشو الطاوله بقليل من الدقيق ونشكلو كره من العجين. كيف ما كتشوفوا العجين كيكون رطب وكيتلصق. دابا غادي نشكل كره ونوضعها في اناء ونغطي عليها فيلم اليمونتير ونخليها تخمر. كنرشوا الاناء بشويه الدقيق وكنوضعوا فيه العجين، صافي، ونخليوه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للوقت فكيبقى على حسب الجو، المهم هو انه يتضاعف جوج حتى ثلاثه المرات. الوقت اللي حطينا العجينه تخمر غادي نحضروا الحشوه. هناخذوا مقله ونوضعوا فيها حوالي جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، نخليوها تسخن مزيان. كنضيف بصله متوسطه مقطعه صغير، وفلفله حمراء حتى هي مقطعه صغير. كنضيف لهم نص معلقه صغيره تاع الملح ونص معلقه صغيره تاع الابزار باش الخضار تطلق الماء ديالها، ونخليهم يتشحروا مع بعض. من بعد ما تشحرات ديال الخضار غدا نوضعها على جنب هكا. ندير معلقه كبيره من زيت الزيتون، ونوضع فيها 250 غرام من الكفته او اللحم المفروم، نضغط عليها بهذا الشكل باش نفرتها. من بعد ما فرتت الكفته غادا نضيف عليها جوج معالق كبار من الربيع، قزبر ومعدنوس يكونوا مطحونين، ونخلط الكل مع بعض. بالنسبه للمقادير واخا كنعطيهم لكم دابا مفرقين، راه كنخليهم لكم دائما مجموعين في صندوق الوصف. غنضيف لها نص معلقه صغيره من الشطه او السودانيه، بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحار ممكن الاستغناء عليها، ومعلقه صغيره ديال الكمون. وفي الاخير غدا نضيف 120 غرام ديال السبانخ او لا لي زيبينار، انا كانوا عندي كونجلي ممكن تستعملوا طريين الا كان، ونخلط الكل مع بعض.
ونضيف نص معلقه صغيره ديال الملح باش نملحوا لي زيتينا مع الكبده. كنضيف 3 معالق كبار ديال الكاتشب. وجوج معالق كبار من لاموتا. صافي نخلط الكل مع بعض ونطفي عليه. نحاولوا ما نطيبوش بزاف حيت مازال غادي يطيبوا مع لاكالات من شكلو. بعد ما خمر العجين وضاعف الحجم ديالو غادي نحيد عليه فيلم اليمونتير ونخرج منه الهواء اللي تشكل فيه. كندير القليل من الدقيق فوق طاوله العمل ونوضع فيه العجين. صافي نبدا نقطع العجين قطع صغيره من 8 حتى 10 القطع حتى 11 على حسب العجين ديالكم شحال خرج ليكم. المهم يكون عندهم تقريبا نفس الحجم. من بعد ما قسمت العجين كيف ما كتشوفوا خرج لي 12 قطعه. دابا نكورهم بهذه الطريقه ونرش القليل من الدقيق ونوضعهم حدا بعضهم. بعد ما كورت العجين ناخذ القطعه الاولى نرش الطاوله بقليل من الدقيق ونطلقها بالمدلف. نطلقوها على شكل دائري ويكون السمك ديالها رقيق. في هذه المرحلة غادي ناخذ الحوش واللي سبق لينا واحد الدرنا من بعد ما برد، غنزيد عليه فخوماج لافاش كيري اولا كيري على حسب المتوفر، و فخوماج موتزاريلا يكون محكوك. كناخذ معلقة من الحشو وكنوزعو على هذا النصف هذا. ومن بعد كناخذ الفخوماج غادي ندير غير النصف ديالو في كل وحدة. ومن بعد كناخذ شويه ديال الموتزاريلا غافي وكنديروا عليها من الفوق وكنضغط بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخذ فرشاه فيها القليل من الماء وكندهن بها الجهه هذه باش مني نجيو نسدوها كتسد مزيان وما تبقاش تحل. صافي وناخذ هذا النصف وكنوضعوا عليها من الفوق كنقادها مزيان. ومن بعد كناخذ الفرشاه كنديرها في شويه ديال الدقيق وكنبدا نضغط باش نتاكد انها مسدوده مزيان. صافي وكتكون على هذا الشكل. صافي وكنهزها ونحطها فوق صينيه تكون مرشوشه بالدقيق باش ما تلصقش ليا ونكمل الفطائر ديالي كاملين. ومن بعد ندوزو لمرحله الطهي. من بعد ما كملت الفطائر كاملين خديت المقله وسخنتها مزيان. دابا غادي ناخذ خليط بين الزبده والزيت وندهن المقله مزيان. صافي وكنبدا نوضع في الفطائر على هذا الشكل. بالنسبه لي عندي المقله كبيره غادا ندير فيها ثلاثه. بالنسبه للنار خاصها ما تكونش مرتفعه بزاف خاصها تكون مهيله غادا متوسطه. مره مره نبقاو نقلبوهم بهذا الشكل باش يطيبوا من جميع الجوانب. كيف ما كتشوفوا كيبداو يتنفخوا من الداخل. صافي اون فوا كنقلبوها كتبان لينا بدات كتحمر غادي نقلبها للجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا راه كتحمر مزيان. كنضغط عليها باش تطيب من جميع الجوانب. ملي كيطيبوا من الجهات بجوج كنوقفهم باش يطيبوا حتى من الجنب باش يتحمر حتى هو ما يبقاش خضر. ومن
ملي كيطيبو كنحيدوهم وندير وحدين اخرين حتى نكمل الكميه كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر، كيجيو محمرين لذاد ورطبين بزاف بزاف. وكيف ما شفتوا طريقه سهله، ان شاء الله تجربوهم وغادي يعجبوكم حتى نتوما. وشكرا للمتابعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.